قضية الجيد يخطئ من يعتقد على أنها قضية فرد أو قضية شخص. هي قضية مجتمع بأكمله، هي قضية وطن يؤمن بدور الحق والقانون باستقلال القضاء، هي قضية مناهضة الإفلات من العقاب، هي قضية حماية الحق في الحياة، هي قضية الإنصاف والحقيقة والعدالة. الشعب المغربي اليوم كله يتوق إلى معرفة الحقيقة وكشف القتلة ومعاقبة الجنات، وحتى المسؤولية الذي يتحمل المسؤولية المعنوية والحزب اللي كيتحمل المسؤولية المعنوية وكيتحمل المسؤولية المادية على الجريمة النكراء، لأن ما نقبلوش. حنا كنقولها ونعاودها 100 مرة ويمشيو يدعوني، لن نقبل في بيئتنا المغربية حزب يساند متهمًا بالإرهاب ويتبنى قضيته، لأن جميع التنظيمات في العالم والجماعات في العالم اللي كتساند متهم بالقتل هي تنظيمات إرهابية ومتطرفة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.